سمحتي افتحيها لي. يبدو هذا الطائر بحاجة إلى المساعدة، سوف أساعده في فتح هذه البيضة. هل يمكنك مساعدتي بفتح هذه البيضة؟ هيا افتحي هياتها البيضة. ماذا لا أستطيع فتحها؟ يبدو أنك أنت أيضا بحاجة إلى المساعدة. هات البيضة لأفتحها لك. يبدو أنك أنت أيضا بحاجة إلى المساعدة. هات البيضة لأفتحها لك. هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه. ما تنسوا لايك وشير والاشتراك، والسلام عليكم.